منذ عام 2012 حضر المعرض كضيوف شرف كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ومصر، وشاركت جميعها بنجاحه في تنظيم سلسلة من أنشطة ضيف شرف مع الصين. في مؤتمر الاستثمار والتجارة المغربية، ألقى مستشار اقتصادي للسفارة المغربية لدى الصين كلمة استعرض فيها العلاقة التعاونية بين الصين وبلاده. إن العلاقات بين الصين والمغرب في الوقت الحالي هي في أفضل مرحلة، فقد وصلنا إلى مستوى عالي جدا من التعاون في مختلف المجالات، مثلا في قطاع الصحة والسيارات بالطاقة المتجددة. كما تم توقيع على 16 اتفاقية أساسية. يمكن النظر إلى المغرب على أنه جزء حيوي في مبادرة حزام وطريق، وقد تمكننا الآن من إرساء أسس مبادرات تعاون مختلفة. نعتقد أنه من خلال العمل معا يمكننا دفع التعاون إلى أبعد من حال الآن. في مجال الطاقة المتجددة، توجد في المغرب حاليا أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وقد لعبت الصين دورا رائدا في محطات الطاقة الشمسية مركزة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في زراعة الذكية. يعرض الجناح المغربي مزايا مملكة في مجال استثمار اقتصادي وتجاري، ويستعرض في الوقت ذاته نتائج تعاون اقتصادي وتجاري طويل الأمد مع الصين. كذلك يوفر فرصة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشركات وتوسيع التعاون بيني. ومن خلال الواقع الافتراضي والفيديو والمؤثرات الصوتية والرسومات وطرق عرض متطورة الأخرى، تم تقديم جزء من معروضات في جناحه عن طريق الواقع الافتراضي، مما يوفر تجربة غامرة للجميع لفهم التنمية المغربي الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن صناعته وسياحته وحتى مزاياه الجغرافية والطبيعية والبشرية.